السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نوجدو وصفة من المطبخ الأفغاني، وهاد الوصفة دائما كان وجدها أنا في شهر رمضان، وبحلول شهر رمضان أنا بغيت نشارككم معايا هاد الوصفة. ولنبدأ بسم الله. وفي المقادير كنحتاجو إيجلو راب. هاد إيجلو راب يمكن لك تشريه من المحلات على برا او تصاغبيه في الدار، وغادي نحط لكم بعد هاد المقطع كيفاش تصاغبيه في الدار. عندنا 3 البطاطس من الحجم المتوسط مغسولين مقشرين مغسولين عفوا ومسلوقين ومقشرين. عندنا هنا 4 كاب من الجرين اونينز البصله الخضاريه، ويمكن لك تستعملي لما كاينش يمكن لك تستعملي البصله العاديه، ولكن خصك طيبيها قبل مع زفيه الزيت. وعندنا هنايا سولت اند بلاك بيبر الملح والابزار على حسب الذوق، وشويه ديال الماء باش غادي نجمعوا الراب من الجناب ونضغطوا عليه. إناء أو تبسيل عادي نضيفوا البطاطس المسلوقة والمقشرة، البصل الأخضر أو green onions، الإبزار black pepper، ملح، salt to taste، وغادي نهرسوا البطاطس وغادي نخلطوا العناصر مع بعضياتها حتى نحصلوا على خليط متجانس. غادي ناخذوا واحد الراب كما نقول عجين مورق، وغادي نوضعوا مقدار ديال 2 معالق ديال الحشوه ديالنا، وغادي نفرشوها نغطيو غير نصف الاعلى نضغطوا، وحنا كنضغطوا نوضعوا شويه ديال الماء من الجوانب نطويو ونضغطوا بالاصبع ديالنا وغادي نحصلوا على هذا الشكل النهائي اللي هو شكل مثلث.
وفي مقلاه على نار متوسطه، ديجا وضعت الزيت حتى سخنات، وغادي نقلي هذوك الخبيزات ديالنا اللي على الشكل المثلث ومعمرين بالبطاطس والبصل الاخضر. غنخليوهم يتحمروا على جوج جهات، كل جهه مده نقول جوج ديال الثواني. من بعد ما يتحمروا لنا الخبيزات ديالنا، وغادي نحيدوهم من الزيت، وغادي نوضعوهم في منشفه ورقيه باش نحيدو داك الزيت الزائده. وانا كنرافق الخبز الافغاني بهذا لاصوص كنصاوبه في الدار، كندير جوج ديال فصوص ديال الثوم، كنزيد له ثلاثه حتى لجوج معالق كبار ديال اليوغورت. كنستعمل بلين يوغورت من نوع غريك يوغورت. كنضيف ليه الملح على حساب الذوق، والدراي مانت مقدار ديال معلقه كبيره دراي مانت النعناع الجاف، وكنخلطهم مع بعضياتهم وكنقدمهم مع الخبز الافغاني. وهي الوصفه ديالنا ديال الخبز الافغاني المحشو بالبطاطس والبصل الاخضر ومرفوق بجريك يوغورت صوص. Here you go guys, afghani bread filled with potatoes and green onions and served with the greek yogurt sauce. I hope you guys like the video and don't forget to give us a thumbs up. Thank you guys for watching. Bye.